وإن من أعظم مظاهر شكر الله تعالى على نعمه الجليلة وأياديه الجميلة صبركم على طاعة الله تعالى والقيام بحقه وتحري رضاه والوقوف عند حدوده ومجانبة معاصيه، ثم خدمتكم لدينه العظيم واهتمامكم بنشره وترويجه والدعوة له، ومحاولة رفع آثار الماضي البغيض من الضلال والانحراف، والقضاء على ما خلفه من بقايا الباطل في العقيدة والسلوك. أعانكم الله تعالى على ذلك بأفضل عونه، وأمدكم بالتأييد والتسديد مع خلوص النية وقبول السعي، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين.